أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار نائب رايان زينك قيادي البارز السابق في القوات الخاصة لشغل سيل منصب وزير الداخلية. وسبق لزينك أن أعلن تنفيذ فريق سيل تيم 6 كان يقوده سابقا هجوما على مخبأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، مشيرا إلى أنه لولا المقاومة من جانب بن لادن لم تنع العسكريون الأمريكيون عن قتله. دكتور مختار، عايزة أعرف دلالة هذا الاختيار وتقييمك لاختيارات دونالد التي تدهش البعض في بعض. هي بالنسبة للكثيرين يعني تعيينات مدهشة، يعني تريسون اللي هو تم تعيينه أو اختيار وزير الخارجية ده شخص حليف استراتيجي لروسيا بدرجة كبيرة جدا، وحصل على أكبر وسام من داخل الساحة من داخل الدولة الروسية. ده مش كده وبس، ده وقف ضد تطبيق أو تمديد العقوبات ضد الساحة الروسية. ناهيك بقى عن وزير الداخلية، بس أنا قضيتي مش وزير الداخلية الحقيقة. العنصر المؤثر بالنسبة لي كعالم عربي أو كمنطقة شرق أوسطية هي وزارة الخارجية، هي وزارة الدفاع، هي الرئيس السي اي اي او الاف بي اي. دول الثلاث تكتلات اللي الى حد كبير جدا بنظر اليهم بنظره مختلفه، قدرتهم في التعاطي مع المشاكل الموجوده في المنطقه، قدرتهم في الاحتكاك بالقوى الاقليميه والقوى الدوليه، ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، وضعهم ايه وعلاقتهم ايه باسرائيل؟ ده الجزء الخفي اللي احنا ما فيش حد بيتكلم فيه. خلينا اقول لك ان الكل ده متناغم مع اسرائيل بدرجه كبيره، لكن قضيتهم الرئيسيه هي ما هي آليات الضغط على العالم العربي. وأنا متصور أن فترة ترامب سوف تكون أسوأ من فترة جورج بوش الإب على العالم العربي والإسلامي.